مرحبا، سأروي لكم اليوم قصة الثور والثعلب. دعونا نتأمل اللوحة سويا. من كم مشهد تتألف اللوحة؟ هذا صحيح، تتألف اللوحة من 4 مشاهد. ماذا نرى في المشهد الأول؟ نعم، نرى الفلاح والثور. تعرفوا إلى هيثم الفلاح. لقد أنهى هيثم فلاحة حقله، لذا نراه يفك المحراث عن رقبة الثور. والآن، ما الحيوان الذي نراه مع الثور في المشهد الثاني من اللوحة؟ هذا صحيح، إنه الثعلب. برأيكم، عما يتحدثان؟ وماذا يريد الثعلب من الثور؟ وأين نشاهد الثعلب في المشهد الثالث من اللوحة؟ هذا صحيح، إنه في قفص. ولكن كيف أصبح في قفص؟ وما تظن أن هيثم يقول للثعلب؟ ربما. وأين الثعلب الآن؟ هل لازال في القفص؟ بالطبع كلا. ماذا نشاهد إلى جانبه؟ نعم، الدجاج. وبرأيكم، لماذا لا يأكل الدجاج؟ فهو يحب الدجاج كثيرا. دعونا نكتشف ماذا حصل في قصة اليوم، قصة الثور والثعلب. أنهى الحارث هيثم حراثة حقله، فك المحراث عن رقبة الثور وتركه يرعى العشب في الحقل. وإذا بثعلب خبيث يقترب منه قائلا: أنا أبحث عن طعام ولم أجد شيئا آكله حتى الآن. قال له الثور: تفضل، تفضل، نتشارك العشب الكثير في الحقل. ضحك الثعلب وقال: أنت تأكل العشب فأنت عاشب، أما أنا فآكل اللحم، لذلك سآكلك الآن. قهقه الثور وقال: أين حجمك من حجمي؟ لو كنت أسدا لخفت منك. تعال معي إلى المزرعة، سأطلب من الفلاح أن يطعمك لحما. إذن حول من تدور القصة؟ نعم، إنها تدور حول الثعلب والثور. عما يبحث الثعلب؟ هذا صحيح، إنه يبحث عن طعام. ماذا قال له الثور؟ قال له: تعال كل معي، فهناك الكثير من العشب في الحقل. بما أجابه الثعلب؟ لقد قال له: عشب؟ أنا لا أكل العشب، أنا أكل اللحم، لذا سوف أكلك الآن. ماذا فعل الثور؟ هل خاف؟ كلا، بل ضحك وقال له: أنا حجمي كبير، أما أنت فصغير، لو كنت أسدا لخفت منك. تعال معي إلى المزرعة وسأطلب من الفلاح أن يعطيك اللحم. وهكذا وافق الثعلب وذهب إلى المزرعة. برأيكم، ماذا سيحصل في المزرعة؟ وماذا سيفعل الفلاح؟ دعونا نرى. نتابع. سبق الثور الثعلب إلى المزرعة وأخبر الفلاح بما جرى بينه وبين الثعلب. فأجابه الفلاح: لا تخف أيها الثور، أنا سأطعم الثعلب. أحضر الفلاح قطعة لحم ووضعها داخل قفص وفتح بابه. لما وصل الثعلب رحب به الفلاح ودعاه إلى أكل اللحم الموجود داخل القفص. مرت الحيلة على الثعلب. عندما دخل الثعلب إلى القفص أغلق الفلاح بابه وعلق الثعلب في داخله. انتبه الثعلب لما حصل وطلب من الثور إخراجه من القفص، ووعده بأن يبتعد عن المزرعة وبألا يؤذي الحيوانات أبدا.
طلب الثور من الفلاح إطلاق الثعلب، فلبى طلب الثور. ابتعد الثعلب بسرعة ولم يعد إلى المزرعة أبدا. النهاية. إذن ماذا حصل عندما وصل الثعلب إلى المزرعة؟ من كان بانتظاره؟ نعم، لقد كان الفلاح بانتظاره. لقد وضع الفلاح قطعة لحم في قفص، وما إن دخل الثعلب ليأكلها حتى أغلق الفلاح باب القفص عليه. ماذا فعل الثعلب حينها؟ قال للثور: أرجوك أرجوك دعني أخرج، وأنا أعدك بأن أبتعد من هنا وأن لا أؤذي الحيوانات أبدا. وهكذا صار، خرج الثعلب وابتعد ولم يعد إلى المزرعة أبدا. النهاية. هذا كل شيء. أتمنى أن تكونوا قد أحببتم القصة. أراكم لاحقا. إلى اللقاء.